تستمر المخدرات بتفتيت المجتمع العراقي وافتراس الشباب ما دام الفساد مستمرا في حكومات خففت العقوبات الرادعة لهذه الآفة، وفي ظل ميليشيات تسيطر على عشرات المعابر التي تدر عليها ملايين الدولارات من خلال تجارة المخدرات وتهريبها دون رقيب أو حسيب. قانون المخدرات الذي تم تحديثه عام 2017 ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى 5 سنوات للمتاجرين، وهي جريمة تعتبر ثاني أخطر جريمة في العالم. وهنا يؤكد مراقبون أن تخفيف العقوبة إلى هذه الدرجة واعتبارها جنحة بعدما كانت جناية في السابق وتودي بمرتكبها إلى حبل المشنقة، يؤكدون أنه لا يمكن تفسير ذلك إلا بأن هذه الحكومات لا تريد للعراق التخلص من هذه الآفة، آفة تدمر جيلا بعد جيل وتضع العراق على الشفير الهلاك وتعود بالفائدة لقلة قليلة تسلمت النفوذ والمناصب بدعم إيراني مطلق. فمن إيران أيضا تمر المخدرات التي تدر على طهران أموالا وفيرة عبر الأراضي العراقية لتفعل فعلها بالمجتمع وتنتقل إلى دول أخرى خاصة الخليجية منها. النائب السابق فائق الشيخ علي أكد أن هناك شخصيات سياسية متنفذة في الدولة تدير تجارة المخدرات في العراق، وأن الحدود المفتوحة مع إيران سهلت التعامل بتجارتها، مضيفا أن كل حزب من أحزاب العملية السياسية يمتلك منفذا غير رسمي خاصا به. معطيات تشير إذن إلى الحالة التي وصل إليها العراق في ظل الحكومات المتعاقبة، وتفسر بشكل جلي وواضح تحوله من ممر للمخدرات إلى متعاط ومتاجر ومصنع لها، حيث تفيد الأرقام القادمة من الأحياء الفقيرة بأن الإدمان على هذه المادة السامة وصل إلى 70% بين صفوف الشباب بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.